شبك معصب، روق وطول بالك. إذا بتريدي عم قلك ما بدي اسمع ولا كلمة. الله يخليلي اياك، هو ما معقول ضل معصب، خاف عليك يصير لك شيء. لكن هذا الحيوان الزفت الصرماية جابي بيقول بده يفتح هذا البيت ديسكو. كرمال المرحوم روي. أنا مرحوم؟ مش معرفني، هذا اللي بتحكوا له انت وغيداء فلكاني. لك خلي عنا يا لك. الله يصلحك، هلا انت جاي تراضيه ولا جاي تفتح معه مشاريع؟ لك معقول انت بعد ما رضي ومشي الحال تقوم تفتح معه هيك مشاريع؟ لك خالص انت، اسمح لي انت الغلطان، الله معك. شوفي شو طلعت القصه. لك الغبي بعد ما رضي ومشي الحال وتصالح هو وياه وقبل بالقصة، اخر شي بيقول له شو رايك نفتح البيت ديسكو؟ العمى شو غبي. بليز قمر، ماني ناقصتكم كلياتكم. لك خلص طولي بالك انت، طولي بالك، روقي فتون. مساء الخير بابا. مساء النور. أهلين زينة. بابا رايق هيك احكي معك كلمتين؟ تفضلي. بابا انت مو بتحبني؟ طبعا. مو بتحبني هيك كون مبسوطة؟ اكيد. بابا اشترينا هيك بيت صغير الي ولراكان وخلصني من القصة، خليني ضبه واقعد، والله مستحية من القعدة عندك هون. بعدين لو هو قدران بابا يشتري بيت كان اشترى، ما كنت قلت لك. لك يا بابا انا والله بحبك وبحب سعادتك وبحبك تكوني هنيه ومستقره، بس شفتي جوزك قديش هو كذاب؟ وقت قلت له قدران تأمن بيت قال لي قدران، طلع مو قدران. على كل حال رح اجيب لك بيت بس بشرط حطه باسمك. الله يخلي لي اياك يا بابا. ضلك فوق راسي يا رب. هلا بدكم تسمعوا صوت صريخ ابوكم واصل لاخر الدنيا. ما هو يرجع يعصب مثل الصبح. لك الله يصلحه، هذا وقت مناسب الواحد يطلب فيه بيت على السريع يحطوا الاطناط قبل ما نسمع صوت صريخه وتنبخش طبله اذاننا. يا بنات وافق بابا وافق. شو عم تحكي انت؟ برافو عليكي يا زينه برافو. انا بس بدي افهم انت شلون بتعرفي تجي لابوكي؟ حبيبتي بدك ناس تعرف تحكي. انا رايحه اخبر جوزي. باي. بتعرفوا معناتها بابا اليوم كتير رايق، رح روح خبره عن قصة مجودي. ليش هو يرد عليكي؟ لك طبعا رد علي وشرحت له القصة بصراحة وحب صراحتي وعم يستنى الفرصة المناسبة لحتى يجي. لك الهبلة فكرة رح تزبط معها مثل زينة، ابوكي اكتر من طلب على راسه وبيوجعه وبينفجر، وخصوصا بس يسمع بجواز وحدة فينا مدري شو بيصير له. انا هحطيهم بأبنك.